انطلاقا من مبادرة سماحة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد مقتدى الصدر. الآن تقريبا عندنا 15 عقار في بغداد تم انجازهن، من أصل 244 عقار تم تسليمهن في الأيام السابقة، ويوجد بعض العقارات قيد الإنجاز، وإن شاء الله إن شاء الله عندنا بعض المحافظات مثل التميم والموصل وديالة والبصرة وميسان والديوانية، إن شاء الله هم يعني الأخوة الأقليات المسيح والصابئة قدموهم شكر إلى سماحة السيد، ويوجد بعض العقارات اللي سوف تنجز إن شاء الله هم بكميات هائلة. يعني هذه العقارات اليوم بجهود اللجنة والأخوة في سراي السلام استطاعت إرجاع الحقوق المغتصبة للأخوة المسيحيين، لا زال عمل اللجنة متواصل، هذه جولة من جولات متعددة لإرجاع العقارات. لدينا عقارات متعددة في جملة من المحافظات العراقية، في البصرة، في العمارة، في الديوانية، في كركوك، في الموصل، في بغداد. تم تسليم قرابة 200 أو أكثر من 200 عقار. اليوم هناك وجبة قرابة 15 إلى 17 عقار إن شاء الله يتم تسليمها وإرجاع حقوق لأهلها.